دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في بطولة أمم أفريقيا وكمان بطولة آسيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني جريغوس جيرابيتريتيس اللي بيقوم بزيارة للقاهرة. بيتناول اللقاء العلاقات المصرية اليونانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة الحرب في غزة والأزمة الإنسانية في القطاع. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، هتنطلق امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بعدما تم الانتهاء من كافة الاستعدادات. ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي في 7 مساء منتخب المغرب مع منتخب تنزانيا. الساعة 10 بالليل هيلتقي منتخب زامبيا مع منتخب الكونغو الديمقراطية. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي في 1:30 عصراً منتخب لبنان مع منتخب الصين. الساعة 4:30 هيلتقي منتخب طاجكستان مع منتخب قطر.